الوقفة ديال اليوم هي وقفة احتجاجية موجهة لأطراف الحوار القطاعي بما فيهم وزارة التربية الوطنية والنقابات الأربع من أجل التفات الفئة ديال الطلبة المفتشين اللي عندهم مطالب مشروعة وكتكتسب المشروعية ديالها انطلاقا من مبدأ الإنصاف والتحفيز اللي مفروض أنه النظام الأساسي يضمنه. اليوم حنا كنطالبوا بسنوات جزافية أسوة بالزملاء ديالنا بعدم قرصنة السنوات الأقدمية بمسار ديال ترقية عادل في التحفيز كيضمن الحقوق المادية والمالية لهذه الفئة، بالإضافة لأنه المسار ديال التكوين ديال الطالب المفتشين مرتبط بالآلية ديال التكوين اللي كتعتبر واحد المسار أساسي للترقي والتحفيز والارتباط بمسارات ديال المنظومة ديال التربية الوطنية والتكوين، وحنا ما يمكنناش نبقاو خارج الحوار القطاعي اللي تجاهل لنا كفئه معتبره عندها مكانتها ودورها في الارتقاء بمنظومه التربيه والتكوين. خروجنا واحتجاجنا اليوم الا اعتراض على اقصائنا من اتفاق 10 دجنبر، نتمنى ان يتم استجابه لحقوقنا اسوه بباقي خريجي المراكز. ملفنا المطلبي واضح، كما نصر على اننا نتضامن مع جميع احتجاجات الشغيلة التعليمية لأنها احتجاجات مشروعة، ونتمنى أن تستمر المدرسة العمومية في صمودها ونتمنى أن تستمر في رقيها. اليوم طلبة مركز تكوين المفتشين بالرباط يحضرون هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي احتجاجا على إقصائهم من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية. مطالبنا الأساسية الاحتفاظ بالسنوات الأقدمية للترقية إلى الدرجة الممتازة. لا يعقل أن تمنح سنوات اعتبارية لفئة معينة ويتم إقصاء طلب المفتشين، وهذا ظلم وحيف لهذه الفئة في إطار تسوية يعني المسارات المهنية. فطلب المفتشون ولجوا المركز أغلبهم بالدرجة الأولى، فهذه السنوات سوف يتم قرصنتها، وسنتين اعتباريتين ليست لا ترد الحقوق لهذه الفئة. مطالبنا الأساسي كذلك هو ربط الولوج إلى هيئة التفتيش بالتكوين بالمركز. لا يعقل أن الممول دون أي تكوين يصبح مفتش المصالح المالية والمادية والإدارية، والطلبة الذين ولجوا المركز وتحملوا عناء الانتقال إلى الرباط، وبالتالي عند انتقالهم سوف يجد المناصب قد شغلت بهذه الفئة. ولذلك أعيد وأكرر المطالب الأساسي الاحتفاظ بالسنوات الأقدمية للترقية إلى الدرجة الممتازة، أو على الأقل 4 سنوات اعتبارية على غرار الفئات الأخرى، زائد إلغاء الولوج إلى المركز إلى الهيئة بالنسبة للمفتشين تفعيلا للمادة 38 من القانون الإطار.